السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ رب تكونوا بخير وسعادة وصباح الفل عليكم. ان شاء الله النهاردة هنفطر لبن بالشوفان والجرانولا، فطار كده شهي كده ولذيذ وخفيف. تعالوا نشوفوا كده هنعمله ازاي. ادي سلطانية فيها لبن، ايا كان بقى اللبن اللي انتي بتفضليه. هنحط فيه شوفان، دي العلبة بتاعت الشوفان اهي. في طبعا برضو شوفان بيتباع فرط سواء في فتح الله او كده، وفي بيتباع علب كده في اي سوبر ماركت. انا بحط حوالي 3 معالق كده من الشوفان في سلطانية اللبن. ممكن تخليهم 4، وبقلب كده كويس وبدخلهم في الميكرويف بسخنه شوية. طبعا في اقاويل اتقالت كتير عن ان ممنوع نسخن اي سوائل في الميكرويف لخطورة ذلك، بس طبعا ده بيبقى كان بيبقى للاطفال اكتر يعني، فمش بنعمل كده لاي اطفال او بيبيز او كده. احنا هنحطه بس مجرد دقيقة واحدة يعني نسخنه بس. بعد ما بيطلع بقى بالشكل ده، ممكن ان انتي تضيفيله معلقة عسل صغيرة او ان انتي ما تحطلهوش خالص. كان معروف طبعا ان هو بيرفع المناعة وكويس جدا، ودلوقتي هنقول فوائده مع بعض. هنقلبه ويتقدم بالطريقة دي، حاجة بسيطة جدا. طبعا ممكن تضيفي اليه تمر، او تضيفي اليه مثلا قطعة من الفاكهة زي الموز او الفراولة او كده. لو عايزة تأكلي بيه اي طفل مثلا ان هو يستفيد منه، او لو احنا ككبار. انا مش بحب احط الفاكهة الصراحة مع اللبن والشوفان. بنحب نعمل بقى الشوفان بطريقة تانية. ادي محضرين الشوفان، ودي الجرانولا، نوع برضو من الشوفان بس بيبقى معاه حاجات تانية. لكم كده بسرعة فوائد الشوفان باللبن او بالحليب. انه بيقلل الكوليسترول بالدم، وبيحمي صحة القلب من الجلطات، وبيحمي البشرة من الشحوب والهالات السوداء، وبيحافظ على نضارة البشرة. بيساعد في الحصول على وزن مثالي والتخلص من الدهون الزايدة بالجسم. بيحتوي الخليط ده اللي هو الشوفان باللبن على الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن زي الكالسيوم، اللي بيحافظ على صحة العظام والعضلات. نبقى نهتم ناخد شوفان مع اللبن، وهو بيساعد على النوم يعني. ممكن ناخد الوجبة دي بالليل، او لو احنا قاعدين في البيت فممكن نفطر بيه الصبح عادي. وبعدين نحط الشوفان اللي احنا عاوزينه. كده 3 معالق. وبعدين هاخد بقى من اكياس الجرانولا. دي جرانولا بالفواكه المجففة، بيبقى فيها فراولة وتوت، وممكن تشوفي بقى اي حاجة تانية حاطينها الفروتس. نوعها دي سنتي او اي نوع بقى انت تلاقيه متوفر عندك. برضو هنا بيحط لك الكالوري اللي فيها والفيتامينات والمعادن اللي موجودة فيها، وكانت دي مستوردة من بولندا. هوريكم كده الجرانولا دي اهي، شكلها بيبقى عامل كده، بتبقى حبوب كده متقرمشه شويه يعني. الشوفان متصنع بالطريقه دي، وادي الفاكهه المجففه اهي، فراوله او التوت بالشكل ده، تبقى مقرمشه حتى طعمها حلو يعني، الولاد حتى يحبوا ياكلوها زي السناكس كده. هنا فيها نقط كتيره اهيت من الفواكه، هضيف بقى منها ودي جرانولا بقى بالشوكولاتة، بيبقى منضاف لها ايه قطع شوكولاتة، وهي كلها معمولة بالشوكولاتة. انا قلت يلا قبل ما الكياس دي تخلص صور لكم بيها ايه فيديو، بحيث تشوفوا انواع كده مختلفة من الشوفان. بيبقى بالشكل ده، فيها قطع صغيرة كده من الشوكولاتة. تمام كده،
الشوفان معروف يا جماعة فوائده للرجيم والتخسيس، لأنه من الحبة الكاملة وبتحتوي على أفضل العناصر اللي بتساعد على إنقاص الوزن، وبيدخل في كثير من الأنظمة اللي بتتبع الرجيم. يعني أي حد دكتور أو كده حتى بيوصف لك روشتة للرجيم بيبقى مدخل الشوفان فيها. طبعا سخنته برضو حوالي دقيقة أو حسب ما تحبي درجة الحرارة بتاعته، وبقلبه كده كويس عشان بحبه سخن، يعني لو حد بيحبه ساقع مفيش اي مشكلة. وبعد كده هنبدأ نضيف له بقى ايه، معلقة عسل او ممكن من غير زي ما انت عاوزة. طبعا العسل فيه شفاء للناس، فالعسل مفيد جدا عشان نرفع المناعة، وخصوصا في الشتاء او لأي مريض تكون مناعته ايه نازلة شوية، فيحاول ان هو يحط العسل النحل وياكل الشوفان باللبن بالشكل ده، هيرفع المناعة بتاعته يعني بغض النظر عن موضوع الرجيم خالص. يبقى ممكن تاخديه عشان كده او عشان كده. اضفت كده ايه، ادي معلقة عسل، انا حبيت ان انا ازود المناعة شوية فاضفت معلقة تانية. طبعا اللي عنده مشكلة في الوزن وكده ممكن يكتفي بمعلقة واحدة، انت ليكي معلقتين بس عسل نحل صغيرين في اليوم بحاله، فلو اخدتيهم مرة واحدة هيبقى خلاص، ما تحطيش عسل نحل في اي حاجة تانية. انما لو حابة دلوقتي في الفطار تحطي حاجة واحدة معلقة واحدة، وتيجي مثلا بعد كده هستعملي اي عصير وتضيفيله معلقة عسل نحل، هيبقى انتي خدتي معلقتينك متوزعين على مدار اليوم. الشوفان دلوقتي يا جماعة معروف ان هو بيساعدنا على الشعور بالشبع، لانه بيحتوي على نسبة عالية من الالياف والبروتينات، وبيساعد على التقليل من السعرات الحرارية والدهون المتراكمة بالجسم، بيحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويمنع امتصاص المواد الدهنية. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. الشوفان يا جماعة بيساعدني في التخلص من الدهون اللي بتوجد بالجسم عن طريق الفضلات، وبيساعد الشوفان في تنظيم نسبة السكر بالدم، ده بيساعد في الحصول على وزن مناسب. بشكركم وإلى اللقاء. سوزان مكو